يلا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ بارت 3 اللي انا من وجهة نظري ده اهم بارت. اشمعنى بقى؟ لان انا هبدأ دلوقتي اديك بعض الرولز تريكس كده، لو حضرتك اتدربت عليها هتخليك تعمل الانتري وانت مغمض. ازاي؟ يلا نبدأ. اول 10 انتريز مع بعض بقى، ها هنبدأ نقرأ الترانزاكشن ونشوف هنعمل الانتري بتاعها ازاي، والقط مني انا بفكر ازاي. انا عايزك تلقط طريقة تفكيري. بيقول لي owner invested 10,000 in cash. لو سمحت فكر في الكاش. لو عرفت تفكر في الكاش وتجيب لي الكاش ايه، التاني عكسها. يعني ايه الكلام ده؟ ما انت عارف ان اي انتري في اكاونت ديبت واكاونت ايه كريدت، ممكن يبقوا اكتر بس على الاقل واحد ديبت والتاني كريدت. حلو قوي. لو انا عرفت مين ديبت يبقى التاني كريدت. فانا بقول لك سهل على نفسك وفكر في الكاش. اشمعنى؟ حضرتك عارف ان الكاش اسيت، صح ولا لا؟ والاسيت ديبت باي نيتشر. حلو، يبقى الكاش كاسيت لو حصل لها انكريز تبقى ديبت، لو حصل لها ديكريز تبقى كريدت. طب ما هنا شوف لي كده، لما الاونر انفستمنت 10,000 in cash، يبقى الكاش بتاعنا المرة دي حصل له ايه؟ ها الراجل حط فلوس في الخزنة، يبقى الكاش حصل له انكريز. ولما الكاش تزيد يحصل له انكريز، يبقى دي بقت ايه؟ بقت ديبت. يبقى هبدأ بالكاش فوق. يلا بينا. يبقى هنبدأ هنا بالكاش، بس اخد لون تاني معلش. يبقى هبدأ اهو بالكاش فوق ديبت، واروح قدامها في الديبت واكتب 10,000. مين بقى الكريدت؟ اوعى تنسى بقى ان الكريدت بتخش له سنه جوه. ها مين الكريدت؟ هو مش الاونر عمل انفستمنت؟ الاونر لما يعمل انفستمنت مش ده بيزود الكابيتال بتاعه؟ يبقى كابيتال على طول من غير ما اعرف بقى هو الكابيتال من عيله مين، ويا ترى زاد ولا قل ولا ما الكاش ريحتك. الكاش اتحطت في الديبت، يبقى انت عرفت بس ان الترانزاكشن دي اثرت في الكابيتال، بس تروح جاي كاتب كابيتال على طول، لان واحد ديبت التاني كريدت. وما تنساش حته الشياكه. يلا اللي بعده. got a loan from a bank for of 10,000 in cash. رحنا خدنا من البنك لون in cash. يلا فكر لي هنا الكاش حصل لها ايه. والله لما ناخد قرض قبضنا كاش، يبقى الكاش زادت، والكاش لما يحصل لها انكريز تبقى ديبت. يبقى هبدا برضو بالكاش. كاش فوق اهي عماله تزيد اهي. حلو، يبقى كاش ديبت ب 10,000. مين كريدت؟ والله من غير ما افكر لون. ايه ده؟ ازاي؟ ما فندم انا لما اخد لون، اللون ده ليابيليتي. انت بتحل معايا ورقه وقلم؟ ها، وعلى فكره مش شرط تقعد تسطر كده كل انتري في تيبل وبتاع، لا انا عامل لنفسي بس حدود، لكن انت اكتب على طول في اول سطر وتاني سطر تخش سنه جوه، والرقم برضو كده، الرقم هنا والرقم تاني قدامه شوية. ده شكل الانتري، لكن مش شرط الجدول ده. المهم كاش لون. اللون دي ليه؟ لان اللون انا لما اخد لون ده حاجة عليا في الليابيليتي، والليابيليتي لما تزيد تبقى كريدت. لو لسه ما بتحلش اعمل بوز للفيديو، حل الاتنين اللي فاتوا ويلا كمل معايا. بوز وكمل يلا. وتحل عايزك تنقل كده نفس الشيب ده، بس من غير جداول. نفس الشيب ده اسمه انتري، نفس الشكل يعني. يلا نمبر 3. بيقول لي collect 10,000 by check for service provided. يعني احنا قدمنا سيرفيس، خدمنا الكاستمر بتاعنا وقبضنا بشيك. انا مش هقول لك تشيك او ان كاش، الاثنين بيبقوش كاش بالنسبه لي. يعني انا هنا قبضت. collect دي معناها ان انا قبضت. قبضت يعني دخل فلوس، يعني الكاش حصل له ايه؟ زاد. ها يبقى الكاش لما يزيد برضو ديبت. هبدا بالكاش اهو، كاش. حلو، كاش ديبت ب 10,000. طب يا ترى مين كريدت؟ قال لي يا فندم انت مش قدمت سيرفيس. والسيرفيس لما تقدمها بيبقى فيه ريفينيو، يبقى السيرفيس ريفينيو. سيرفيس ريفينيو كريدت ب 10,000. شكرا. يلا نمبر 4. received 10,000 for service provided to customers on account previously. يعني ايه دي؟ يعني انا كان في زبون كنت مقدم له سيرفيس قبل كده، ها،
ودلوقتي بقبض 10,000 من اللي عليه. خد بالك انا مقدم السيرفيس قبل كده، فلما تقدم سيرفيس قبل كده خلاص الريفنيو انت مسجله قبل كده، واضح ان الراجل كان ما دفعش، فانت بتقبض من اللي عليه. ها طالما انت بتقبض فكر في الكاش، بتوجع قلبك ليه؟ طالما بتقبض الكاش حصل لها ايه؟ انكريز، والكاش لما تنكريز تبقى ديبت، تبقى ادي كاش اهو كاش، طول ما هي بتزيد طول ما هي فوق راسها فوق. يلا كاش ديبت ب 10,000 من كريدت، لو قلت سيرفيس ريفنيو تبقى ما فهمتش حاجه، ده احنا قدمنا له السيرفيس قبل كده، ده عليه فلوس. هو لما كان عليه فلوس مش كان اسمه accounts receivable؟ اه يبقى هكتب هنا accounts receivable على طول، لان accounts receivable قلت. خلي بالك اللي عايز بقى يعمل لها تحليل، accounts receivable قلت والaccounts receivable assets، والassets لما تقل تبقى debit ولا credit؟ credit، صح كده. يلا اللي بعده number 5، بيقول لي received 10,000 for not receivable. يعني ايه دي؟ يعني كان عندنا ورقة على كاستمر معين المفروض نقبضها وقبضناها، received 10,000 for not receivable، قبضنا not receivable كانت على كاستمر معين وجا دفعها. طالما حضرتك قبضت الكاش حصل له ايه؟ الكاش زاد. يلا الكاش لما يزيد يبقى فوق رافع راسه اهو اهو، يبقى الكاش debit ب 10,000 من credit، النوت ريسيفابل ان ار، لان حضرتك انا قبضت الورقه، فالورقه دي خلاص هديها للكاستمر يقطعها، يبقى النوت ريسيفابل قلت، والنوت ريسيفابل كاسيتس لما تقل تبقى كريدت، صح كده. لو حد خد باله بقى في الخمسه دول ايه اللي حصل، هتلاقي الكاش في اول واحده زادت، وفي تاني واحده زادت، وفي تالت واحده زادت، وفي رابع واحده زادت، وفي خامس واحده زادت. واضح ان طول ما الكاش بيزيد بيبقى ديبت فوق ابدا بيه، والسبب اللي زودها كريدت. السبب الاولاني كان كابيتال، السبب الثاني كان لون، السبب الثالث كان السيرفيس اللي قدمتها، السبب الثالث كنت بقبض من الكاستمر، السبب الرابع كنت او الخامس كنت بقبض الورقه اللي على كاستمر تاني. الله، طب ما الدنيا حلوه اهي. طب تعالى نشوف الخمسه التانيين، واكيد في ناس بداوا يلقطوها، اكيد الخمسه التانيين الكاش هتبدا تقل، ولما الكاش تقل يا ترى هتفضل ديبت فوق، هتفضل فوق ولا هتدلدل راسها بقى وتقل وتبقى كريديت؟ هو جماعه مش الكاش اسيت ديبت باي نيتشر؟ اه لما الاسيت الديبت باي نيتشر يقل يبقى ها قول يبقى كريديت، صح كده. يلا نشوف، بيقول لي owner withdrew 10,000 by check. ها يلا الاونر بتاعنا سحب 10,000 بشيك، ايه رايكم؟ والله انا عن نفسي هفكر في الكاش، الكاش هنا لما الراجل سحب فلوس الكاش قلت، والكاش لما تقل لا ما تبقاش ديبت بقى، امال هتبقى ايه؟ هتبقى كريدت. بس انا عارف الكريدت ما بيتكتبش فوق، ده بيتكتب تحت. ايوه ده الترتيب بتاعنا. خلاص يا سيدي هنكتب هنا كاش اهو، وسبت حتة لزوم الشياكة ب10,000. طب ومين الديبت اللي فوق؟ قال لي دروينج. ايه ده عرفت ازاي كده على طول؟ ما هو قايل لك ان كان الاونر سحب اهو withdraw، يبقى دروينج على طول. طب وهي دروينج تبقى ديبت؟ اه دروينج دي بتزيد على طول، وهي من عيلة عيد. عيد اه دروينج صح، عيد الديبت باي نيتشر، مية مية. يلا نمبر 7، paid 10,000 to pay off the loan. اللون اللي كنا واخدينه دفعناه، اللون اللي كنا واخدينه دفعناه، بندفع ها بندفع، paid دفعنا، لما ندفع الكاش يحصل له ايه؟ يقل، ويقل بسبب مين؟ بسبب اللون. طب ما تيجي نكتبه بقى عادل، يلا هيبقى اللون ديبت والكاش كريدت. بالمناسبه ليه اللون ديبت؟ قال ان اللون قل، اللون كان ليابيليتي قل، والليابيليتي دي من عيلة رول. الليابيليتي اللي كانت يمين الكريديت باي نيتشر، والكريديت لما يقل يبقى قول يبقى ايه؟ يبقى ديبت صح، لان كريديت يقل بقى ديبت صح. يلا بيت 10,000 سالري، بيت دي حلوة او بيت بتريح،
ب 10,000 سالري. يبقى ايه يا شباب؟ طالما دفعنا الكاش قلت والكاش تقل تنزل تحت، يلا بينا يبقى كاش كريدت. طب مين ديبت؟ سالري. مش السالري ده اكسبنس؟ وانا قايل لك ان الاكسبنس على طول ديبت زي الدروينج. يبقى هكتب هنا سالاريز اهو، سالاريز في الديبت، ومين الكريدت؟ الكريدت كاش. انت بتحل معايا؟ انا ما بنقلكش، انت تحل، تسبقني يا ريت قبل ما انا اقول الحل، يا ريت حضرتك تحل. يلا نمبر 9، بي 10,000 كاش اون اكاونت فور اسيت بيرشيزد بريفيسلي. استنى دي حلوة قوي لو انتوا جبتوها. دفعنا 10,000 جنيه من على الحساب اللي كان علينا لما اشترينا اسيت قبل كده. خد بالك previously دي يعني اشتريت قبل كده، يعني الاسيت خلاص موجود، دي مش عملية ان انت اشتريت اسيت، لا انا اشتريته خلاص، بس واضح ان انا لما اشتريته كنت شاري ايه بقى؟ on account اهو، هو قايل اهو. طب لما اشتريت on account دفعت من اللي عليك، لما تدفع الكاش حصل له الكاش قل. انا بقول لك القصه دي كلها ليه؟ عشان عايز اعرف هو قل بسبب مين؟ بسبب ان كان عليا فلوس، الناس اللي ليهم عندي فلوس، اللي انا عليا فلوس ليهم، دول مش كنا بنسميهم accounts payable؟ يبقى الكاش قلت، يعني الكاش هتبقى تحت اهي كريدت، ومين الديبت؟ الاكاونتس بيبل. يلا يبقى اكاونتس بيبل ديبت، وهنا كاش كريدت ب 10,000. جميل. اخر واحده بي 10,000 فور نوت بيبل. يلا نوت بيبل كانت علينا ودفعناها، طالما دفعت الكاش قلت خلاص، يبقى الكاش تحت اهي، ومين بقى الديبت؟ هيبقى النوت بيبل. نوت بيبل اهي ديبت، والكاش كريدت ب 10,000. واضح يا شباب ان الخمسه التانيين الكاش عماله يحصل لها ايه؟ عماله تقل. يبقى اول رول بقى عشان نخلص كده، اول رول دي طلبت لك 20 انترست 20. والله بقول لك think about cash، فكر في الكاش. لو فكرت في الكاش هتعرف تحل حاجات كتير. بقول لك when a transaction contains in cash or check، فيها كلمه cash or check او paid or collect، على فكرة يعني يبقى نزود عليها كمان paid or collect، لان دول معناهم ان انا دفعت او قبضت. paid or collect زودها عندك في الهاند اوت. ماشي. analyze the cash account، if cash increase it will be debited and the other party other account will be credit and vice versa. vice versa دي اللي هو العكس بالعكس. بقول لك لو كانت زادت هتبقى ديبت والاكاونت تاني هو كريدت، والعكس طبعا لو قلت هتبقى كريدت والاكاونت تاني هو اللي ديبت. رول حلو قوي هتخلص لك انترست كتيره جدا. طب بص بقى معايا الرول التانيه، بس بعد اذنك قبل ما نحل سوا اسمعني شويه دلوقتي يا شباب. لو قلت لكم ان الشركه بتاعتنا بيرشيز ا كار فور 30,000 ان كاش، يلا قول لي كده الانتري. قال لي عادي هنبدا، طالما ان كاش يعني بالرول الاولانيه، انا شغال بالرول الاولانيه، يبقى الكاش قلت ودفعنا 30,000، الكاش تبقى ديبت ولا كريدت؟ كريدت تحت. امال مين الديبت فوق؟ الكار. يبقى الانتري بتاعي كار اهو، كار وتحتيها كاش. حلو الكلام. بص طريقه كتابتي للانتري اهو، ما تنساش حته الشياكه، وتروح قدام الكار كاتب 30,000، وقدام الكاش 30,000 بس ايه بعدها كده. حلو اهو، ده شكل الانتري لازم يبقى معوج اهو. انا بقول لك اكتب كده بقى، مش لازم التيبل اللي انا مسطره والكلام. طب قولوا لي يا شباب ركزوا بقى عشان الرول مش على الكاش، الكاش خلاص خلصت. ركزوا، انا قلت لك برشيز ايه؟ برشيز كار. ماشي. طب لو قلت لك برشيز لاند اوف 30,000 ان كاش برضو، ساعتها كنت بدل الكار هتكتب ايه؟ اهو اشيل الكار واكتب لاند. طب لو قلت لك برشيز اكويبمنت بدل اللاند هتكتب اكويبمنت. طب لو قلت لك برشيز supplies بدل الاكويبمنت هتكتب supplies. لو قلت لك بيرشيزد بلا ازرق بدل السبلايز هنكتب بلا ازرق. ايه ده؟
اي برشيز حضرتك بتعمله بيبقى ديبت. انا هنا كنت قايل كار، اهي الكار اهي بيبقى ديبت، وده بيبقى ثابت اهو فوق اهو، ده اللي انا اشتريته. اي بلوة بتشتريها بتبقى ديبت بالفاليو كلها، بالفاليو كلها. حضرتك هنا بقى ركز معايا قوي، خلاص قربت اهو. انا هنا افترضت ان انا اشتريت الكار ان كاش، فقلت لي الكريدت كان ايه؟ كان كاش. طب قولوا لي بقى، لو قلت لك ان انا اشتريت الكار 30,000 بس اون اكاونت، الله لو تقولها اون اكاونت، ها قال لي يبقى ساعتها الكريدت مش كاش. امال مين؟ مين الناس اللي بيبقوا اون اكاونت لما بنشتري؟ الاكاونتس بيبل، خلاص هتكتب اكاونتس بيبل، خلصت ادي الانتري اهو. والله. طب لو قلت لك باي بيبر، ان انا مضيت بقى على ورقه، قال لي خلاص هتبقى بدل اكاونتس بيبل نوت بيبل. يا سلام، الله بقى لو تقول لي اللي جايه دي. لو قلت لك ان انا اشتريت الكار ب 30,000 اند بيد 10,000 ان كاش اند ذا ريميند اون اكاونت، يعني ايه اللي انا قلته ده؟ يعني اشتريت الكار ب 30,000، دفعت منهم 10,000 كاش، والباقي الريمينر ده على الحساب. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ قال لي ولا حاجه، الكار برضو هتتسجل ب 30,000، بس بص بقى اللي هيحصل المره دي. في الكريدت سايد هيبقى عندي تو اكاونت، تو هيبقى عندي الكاش كريدت ب 10,000. والله. وهيبقى فاضل كام يا شباب؟ فاضل 20، دول اللي لسه اون اكاونت، صح ولا لا؟ الاون اكاونت هسجلها ايه؟ قال لي اكاونتس بيبل بس. طب لو قلت لك اشتريت الكار ودفعت 10 ان كاش و10 اون اكاونت و10 بورقه بنوت بيبل، ايه رايكم؟ قال لي خلاص يبقى ساعتها الكار برضو ديبت ب 30، والكريدت هيتقسم 10 كاش و10 اكاونتس بيبل و10 نوتس بيبل. يا سلام، ده احنا كده بقينا جامدين جدا، ده احنا بقينا نعمل انتريز كومباوندد، قيود مركبه يعني. ايوه، ايه المشكله؟ ما انت حضرتك لو لقطت مني الرول هتعرف تعملها. طب ما تيجي نجرب، يلا تعال نجرب، تعال نشوف كده السكس انتريز دول. بيقول لك purchase supplies of 10,000 in cash. انجز بقى، يلا انجز اسرع، قلمك معايا واكتب، اكتب يا ابني الانتري بايدك علشان نخلص من الدرس ده، مهم. ها، قال لي purchase supplies of 10,000 in cash، رحت له purchase supplies، احنا اتفقنا اي purchase debit صح؟ خلاص يبقى اكتب supplies اهي، supplies في الديبت ب 10,000، وتحت بقى في الكريدت مين؟ قال لي كاش، لان قال لك ان كاش. شكرا. بعديها بيرشيز تراك اوف 10,000 اون اكاونت، اللي اشتريته تراك المره دي، يلا في الديبت تراك اهي ديبت، ومين تحت عندي في الكريدت؟ وانا لما اشتري اون اكاونت دول الناس بيبقى ليهم عندي فلوس اسمهم اكاونتس بيبل اي بي. شكرا. تالت واحدة purchase the equipment of 10,000 for not payable. يا سلام، equipment، يلا اللي اشتريته المرة دي كان equipment. طب ما الدنيا حلوة اهي. والله ما هي حلوة فعلا، اكتب equipment اهي debit، واجي تحت عندي في الكريدت بقى هيبقى ايه؟ not payable. طب تعالى نصعد الموضوع شوية. purchase supplies of 10,000 paid 5,000 in cash and the remainder on account. قول يلا، اشترينا سبلاي، اشتريت سبلايز، اللي اشتريته فوق اهو، اهو سبلايز في الديبت، لان السبلايز دي اسيت، ولما الاسيت يزيد يبقى ديبت. طب مين الكريدت؟ الكريدت المره دي حاجتين، والله كنت دافع 5 منهم من كاش، يبقى كاش كريدت ب5. طب والخمسه الباقيه؟ خدت بالك الباقي بنحطه في دايره، الدايره دي يا شباب بنسميها كومبلمنتري. يعني ايه كومبلمنتري؟ متمم، بجيبها بالفرق. ما هو ما قاليش بكام، هو قال لي ذا ريميندر. ما هو عارف ان انت المفروض فاهم ان الديبت ماست بي ايكوال الكريدت، صح ولا لا؟ فالكريدت كان فيه 5 كاش، يبقى الريميندر اهو 5. الخمسه بقى دي كومبلمنتري، دي اللي جبتها بالفرق، دي هسميها ايه يا ترى؟ والله هو قال لي اون اكاونت، والناس اللي بنشتري منهم اون اكاونت اسمهم اي بي. شكرا.
accounts payable. يلا اللي بعده بيقول لي purchase supplies of 10,000 paid 5,000 in cash and the remainder NB not payable. يلا يبقى السبلايز اللي اشتريتها برضو هتبقى ديبت اهي ديبت. ومين الكريدت؟ قال لي حاجتين والله، في كاش اتدفعت ب5,000 والريميندر جبتها كومبليمنتري. افتكر معايا الكلمه دي عشان هنقولها كتير. الريميندر جبته كومبليمنتري في الانتري بتاعي واسميه ايه بقى يا ترى؟ قال لي سميه نوت بيبل. انت هتسميه من عندك؟ ما هو مش واخد بالك ان بطلنا خلاص نعمل انالايزنج للانتري، خلاص بقى يجي لوحده. وانت لو بتطبق الرول هتجيب اي انتري وانت مغمض. يلا اللي بعدها بيقول لك purchase supplies of 10,000 paid 5,000 in cash 3,000 in account and the remainder not payable. يا سلام، لم لك التلاتة يعني وماله، احنا جامدين. يلا ادي supplies ورحت جاي كاتبها ايه في الديبت، لان دي حاجة انا اشتريتها زادت، وعندي بقى cash credit بخمسة وال AP credit بتلاتة، وكده يبقى فاضل كام؟ 2,000 دي ال NB. يا سلام زي الفل، حلو قوي. طب ادينا عملنا كمان 6 انتريز برول نمبر 2. ايه بقى رول نمبر 2؟ بيقول لك ايه؟ بيقول لك اني بيرشيسز ديبيتد، اي حاجه بتشتريها بتبقى ديبت. خلاص، عشان كده بقول لك وين وي بيرشيز ان اسيت ايا كان بقى تراك سبلايز اكويبمنت ايا كان ات ويل بي ديبت، هيبقى ديبت. ليه؟ لأنه زاد. Because it is increased and the credit side depends on the way of financing this purchase. الكريدت بقى حسب الطريقة اللي دفعنا بيها، the way of financing طريقة التمويل، مولناها ازاي؟ مولناها واحد من أربعة، يا إما in cash or check تبقى cash، يا إما on account يبقى accounts payable، يا اما نوت بيبل ان بي، يا اما ميكس اوف ذم اللي هو بقى حته كاش وحته اكونتس بيبل زي ما يقول. يبقى لو قسمها هعمل خلطه من الثلاثه الاولانيين. حلوه قوي الرول دي. رول نمبر 3 بقى عكسها. قلت له ازاي يعني عكسها؟ قال لي بص يا سيدي، ركزوا يا شباب ركزوا، قربنا خلاص والله، فاضل هما 5 رولز ويبقى الليكتشر كلها خلصت. اهم ليكتشر في حياتك المحاسبية والله العظيم ثلاثة، انا عارف بقول ايه، تسمعها مرة واثنين وثلاثة وعشرة، اهم ليكتشر. والتعليمات اللي بقولها تعملها، لما بقولك حل بايدك حل علشان ما تتعبش، ريحني وريح نفسك. يلا رول نمبر 3. دلوقتي لو قلتلكم ان احنا عملنا سيرفيس لكاستمر معين ب 30,000، ركزوا يا شباب، ان كاش قدمنا سيرفيس ان كاش، يعني احنا فاتحين ورشه ميكانيكا مثلا، صلحنا عربيه الواحد وتمنها 30,000 وقبضناه. يلا قبضناه يعني الكاش زاد اهو، يبقى الكاش ديبت، ادي كاش اهي ديبت ب 30,000. حلوه قوي. وانت لما بتقدم سيرفيس مش ده ريفينيو؟ يبقى هسجل اهو سيرفيس ريفينيو، معلش هسجلها بعيده شويه كده، برضو ب 30,000. حلوة قوي. طب قولولي لو قدمت سيرفيس لكاستمر وما قبضتهاش ان كاش، امال ايه؟ قال لي اون اكاونت. قلت له يا سلام سهلة قوي، لما بنقدم سيرفيس لكاستمر الكاستمر بتاعنا بتبقى الفلوس دي عليه وبنسجلها في حاجة اسمها اكاونتس ريسيفابل. ايه ده، خدت بالك؟ مين اللي ثابت على موقفه؟ سيرفيس ريفينيو. الريفينيو يا بيه زي ما هو كريدت، لان الريفينيو من الحاجات اللي بتزيد على طول. فاكرين؟ والله بتزيد على طول، وطالما بيزيد على طول انا الثري رولز اللي فاضلين على اللي بيزيدوا على طول، ادي اول واحد منهم. طالما ده بيزيد على طول، على طول الاقي كريدت، سجلت الكريدت ب 30,000. طب لو قلت لك ان انا خدت بيهم ورقه، يبقى ساعتها بدل اكونتس ريسيفابل هتبقى ايه؟ نوت ريسيفابل. يا سلام وماله. لا الاحلى بقى اللي جايه دي، ركزوا شباب، ها، ان انا قدمت سيرفيس برضو ب 30,000، بس ال 30,000 ما خدتهمش في حاجه واحده، لا خدت 10,000 كاش و10,000 اون اكاونت
و10,000 بورقة. انطقوا بقى وقولوا والله العظيم تلاتة، اللي مركز هيقولها. العشرة اللي قبضتهم كاش هتبقى كاش، ماشي. طب والعشرة اللي اون اكاونت هتبقى اكاونت ريسيفابل، لان دي فلوسي اللي انا هبقى اقبضها. طب والعشرة اللي خدت بيهم ورقة؟ قال لي نوت ريسيفابل. الله، لكن مين اللي فضل على مركزه؟ قال لي السيرفيس ريفن زي ما هو. اه، ما انا قلت لك دي عكس اللي فات. لو مش مصدق تعال نجرب. يلا حل معايا الستة دول. بيرفورم ذا سيرفيس 10,000 ان كاش. انجز. يلا لما نعمل سيرفيس ونقبض ثمنها ان كاش، الكاش بتاعنا يزيد، يبقى كاش ديبت. رحت جاي مسجل كاش ديبت ب 10,000. ومين كريدت؟ قال لي السيرفيس ريفينو. حلو قوي. يلا اللي بعده، سيرفيس ريندرد. اه انا بوريك بس مصطلحات هنا. بيرفورمد، ادينا خدمه. سيرفيس ريندرد، ادينا خدمه برضو. والله الاثنين نفس الكلمه، عشان تعرف بس ان دي مرادفات لبعض. المهم سيرفيس ريندرد 10,000 اون اكاونت، قدمنا خدمه اون اكاونت. ها ايه اللي هيتغير؟ مبدئيا السيرفيس ريفينيو اهو سيرفيس ريفينيو في الكريدت زي ما هو. اللي اتغير عندي الديبت بس، بدل الكاش بقى اكاونتس ريسيفابل. يلا قول اللي بعده، provided service 10,000 نوت ريسيفابل. قدمنا خدمه بنوت ريسيفابل، خلاص يبقى خدنا نوت ريسيفابل. دي اسيت هتبقى ديبت نوت ريسيفابل، والكريدت بتاعك سيرفيس ريفينيو، لان السيرفيس ريفينيو دايما كريدت. يلا نمبر 20، بيقول لي provided service 10,000 collect 5,000 in cash and the remainder on account. يلا ها ها ها، مبدئيا اللي واقف على موقفه المره دي سيرفيس ريفينيو. بص بدات بالكريدت وماله، ابدا بكتابته عادي ونط الديبت وبعدين ارجع له. الديبت بقى المره دي متقسم حاجتين، الحته الكاش تروح في الكاش. طب والحته التانيه اللي كانت اون اكاونت؟ لا دي تروح الاكاونت ريسيفابل. كلام جميل. يلا اللي بعده، قال لي provided service 10,000 collect 5,000 in cash and the remainder not receivable. يا سلام، طالما عملت provided service، فاكرين الرول اللي كنا بنقولها الريفينيو recorded whether it was collected or not. ايوه اهي انا بسجله بالكامل اهو كله، يبقى هاجي تحت وكاتب service revenue بالمبلغ كله 10,000. امال بقى التقسيمه دي؟ التقسيمه دي فوق. هاجي في الديبت واقول والله في 5,000 ان كاش، يبقى الكاش عندي زاد كاسيت يبقى ديبت، والخمسه التانيين نوت ريسيفابل. يلا شباب اعملوا انتوا الاخير ده، اعملوه. provided service 10,000 collect 5,000 in cash 3,000 on account and the remainder not receivable. بوز للفيديو اعمله انت، اعمله يلا اهو. رحت جاي انا عن نفسي، يعني اول ما الاقي سيرفيس عملناه انا بصراحه ببدا بالكريدت واقول سيرفيس ريفن اهو، وبعدين اتفاهم بقى مع الديبت. هو قال لي ايه بقى التقسيمه دي؟ بيقول لك قبضنا 5,000 ان كاش و3,000 اون اكاونت، والباقي ده الدايره كومبلمنتري، بجيبها كومبلمنتري. كومبلمنتري، قولها كمان كومبلمنتري. ايوه بجيبها كومبلمنتري. ازاي يعني؟ قال لي بقول عندي كاش ديبت ب 5,000 وعندي accounts receivable debit برضو ب 3,000، والباقي اهو 8. لما اشيل 8 من 10 فاضل 2000، اهو ده الريميندر، اهي دي اللي بالنوت ريسيفابل. يبقى الرول نمبر 3 اهي، بقول لك any service provided is credited اهي، اوعى تنسى. يعني ايه؟ يعني when we provide a service for a customer, service rendered or billed a customer، ايا كان بقى المعنى، ان انا اديت الكاستمر ده service، the service revenue اللي هو ال SR will be credit and the debit side depend on way of financing this revenue، اللي هو طريق تمويله بقى، اللي هي ايه؟ اربعة، يا إما in cash or check تبقى cash، أو on account تبقى accounts receivable أو note receivable، أو خلطبيطة من التلاتة اللي فاتوا حسب أي تقسيمة هو يقولها. دي رول نمبر 3 كانت على الريفينيو اللي دايما يزيد ويبقى credit. في اتنين تانيين اخواته كانوا دايما يزيدوا ب
بس يبقوا ديبت بقى، لان كانوا عكسه. اه والله فاكرهم، انا فاكرهم اللي هم مين ومين، اكسبنسز ودروينج. ايوه اللي حضر معايا ومتابع من المحاضره اللي فاتت متفقين الثلاثه دول دايما يزيدوا، اللي هم مين ومين، اكسبنسز ودروينج. تعال نشوف الرول بتاعت الاكسبنس، تعال نحل على طول. بيقول لك بي 10000 فور ادفيرتايزنج. يا سلام، مش الادفيرتايزنج ده اكسبنس؟ انا بقول لك اهو اكسبنس ديبت على طول، ديبت ما تفكرش، لان الاكسبنس بيزيد، والاكسبنس ده تبع عيله عيد. اه وعيد دي اللي كانت ديبت باي نيتشر. يبقى هاجي هنا في الديبت واكتب ادز اهي، ادز اللي هي الادفيرتايزنج يعني ادز. ومين الكريدت بقى؟ هو مش قال لك بيد يا اخي، بيد يعني دفعت، يعني الكاش حصل له ايه؟ قال لي ينزل تحت، يبقى هكتب كاش اهو في الكريدت، لان الكاش اسيت، والاسيت لما يحصل له ديكريز يبقى كريدت. صح كده، شاطر كده شاطر. يلا اللي بعده، ريسيف ذا بيل اوف 10000 فور ادز. استنى بقى عشان دي حلوه، جات لنا فاتوره ب 10000 على الاعلانات، قال بيد ما قالش، يبقى الادز دي اتدفعت؟ لا ما اتدفعتش. تبقى دي ايه بقى؟ قال لي مبدئيا، مبدئيا هي ادز برضه. والله اهي هكتب ادز، مش احنا متفقين وي ريكورد ان اكسبنس وذر ات ووز بيد اور نوت. ايوه متفقين عليها من تاني محاضره، فاكرين؟ اه بنسجل الاكسبنس والريفينيو، ملناش دعوه كولكت اور نوت ولا بيد اور نوت. فانا سجلت الاكسبنس اهو في الديبت، لان احنا متفقين اكسبنس ديبت على طول. اكسبنس ايه؟ ديبت. قول يا ابني قول قول، اكسبنس ايه؟ ديبت. شكرا، يبقى الاكسبنس في الديبت على طول. طب مين بقى الكريدت المره دي؟ انا ما دفعتش المره دي، خلاص اكونتس بيبل. والله تمشي، مش هقول لك غلط، بس تبقى احلى واصح لو قلتها باسمه. خلي الاكونتس بيبل اللي بنشتري منهم حاجات نشتري، لكن اكسبنس خلي الاكسبنس باسمه، يعني تقول لي اتس بيبل. يا سلام عيني يا اخوي، اتس بيبل اي اتس بي، كانها accounts payable. حلوة اللي جاية دي، a written note payable for 10,000 advertising. وماله، يبقى برضو ads عندك ايه، بس المرة دي دفعناها بنوت payable. يبقى الرول بتاعت الاكسبنس ان انا عايزك بس تتأكد ان الاكسبنس دايما debit، لانه دايما بيزيد. ايه يبقى any expense is debited and the credit side depends on the way of financing this expense. وانتوا عارفين بقى القصه بقتها ايه، يا اما كاش يا اما expense payable، مفيش بقى accounts payable، يا اما note payable، يا اما خلطبيطه من الثلاثه. اخر رول عندي نمبر 5، اخر رول. مين الثالث اللي بيزيد drawing؟ اه تعال نشوفها كده، هوريك بقى مفاجأة في الدروينج دلوقتي. بيقول لك owner withdraw 10,000 in cash. يلا الراجل سحب in cash، الدروينج دايما debit والكاش هنا قلت تبقى credit. يلا يبقى هنا هكتب drawing. يا ابني انت بتحل معايا، ولو اول مرة تسمع الفيديو سمعته خلاص اسمعه تاني وحل واكتب بايدك، ها تعمل بوز كده. سكتني يا عم انا موافق، اعمل بوز عليا انا موافق، بس اعمل بوز وحل بايدك، اكتب الانتري بايدك. يلا drawing debit، والكريدت بتاعي مين؟ الكاش، لان الراجل سحب كاش ب 10000. حلوه قوي. امال اللي جايه دي، قال لي owner withdrew truck of 10000. ايه ده ايه ده؟ يعني ايه؟ يعني الاونر ما خدش كاش، الاونر خد عربيه نقل لنفسه، قال لك العربيه دي تلزمني، وراح واخدها ومشى. هو التراك دي مش اسيت زيها زي الكاش؟ اه طب ما خلاص يا عم، ما هي دروينج برضو. يبقى هكتب ادي دروينج في الديبت. اه والله، بس المره دي الكريدت هيبقى بدل كاش مين بقى؟ تراك، لان حضرتك هو سحب تراك، فالتراكس اللي عندنا لو احنا عندنا 20 عربيه نقل وهو سحب واحده منهم، فاضل 19 او التراكس حصل لها ايه؟ قلت. والتراك اسيت لما يقل، الاسيت ديبت باي نيتشر، الديبت باي نيتشر لما يقل يبقى كريدت زي الفل. يلا نمبر 28 اخر انتري، وده حلو قوي لو جبتوه. يلا بيرفورم سيرفيس اوف 10000 تو اونر.
يعني ايه؟ استنى بقى استنى استنى. بيرفورم سيرفيس، يعني لو انا ورشه ميكانيكا صلحت عربيه الاونر، ايه رايكم؟ انا هنا كشركه مش عملت شغلي وعملت سيرفيس يبقى في ريفني. اه والله ريفنيو من الاونر. انا كاكاونت ما بعرفش اهلي، انا ماليش دعوه، انا ببص الكامباني عملت ايه واسجل بس. يعني هنا هروح جاي مسجل ال 10,000 دي واقول للاونر ده مبلغ عليك بيه، او دروينج، او دروينج ده كانك انت سحبته، بس دروينج المره دي ما كانتش ولا كاش ولا كانت اسيت، امال كانت ايه؟ كانت سيرفيس ريفينيو. يبقى اكتب سيرفيس ريفينيو. يا سلام. يبقى اتعلمنا من اخر رول ان الدروينج على طول ديبت، والكريدت حسب هو ويدرو ايه، سحب ايه، سحب كاش ولا سحب اسيت ولا سحب سيرفيس. هي دي اخر واحده، ال 28 دي صعبه قوي ان حضرتك تتسال فيها، بس انا بحب ادرب عيالي على كله. يلا اهو رول نمبر 5، بقول لك اني دروينجز ار ديبتد، اي دروينج بتبقى ديبت، وطبعا whether they were in cash or other asset or even a service as long as it was for the owner، طالما هي للاونر so it is a drawing which will be debited and the credit side depends on the way of financing this drawing، اللي هو بتشوف drawing ديت احنا مولناها ازاي، اللي يا اما تبقى كاش يا اما تبقى اي اسيت يا اما تبقى سيرفيس، وساعتها تبقى سيرفيس ريفينيو، او لو ميكسد منهم هيبقى خلطه منهم. كده حضرتك خلصت كل الرولز، عايزين نطمن عليها، وعشان نطمن عليها عندك بقى اكزامبل نمبر 3. انا عارف بتبقى الليكتشر دي طويله، معلش بس تعالى نحله برضو ونخلص منه علشان نطمن. يلا اكزامبل 3 بيقول لي اهو: Journalize the following transactions in general journal form. يلا general journal form، اعمل بوز للفيديو وسطر لي تيبل زي ده، 4 columns. حضرتك بتعمل التاني كولوم كبير شوية لان ده اللي بيتكتب فيه الانتري، والتلاتة التانيين قد بعض، واحد للديت واحد للديبت واحد للكريدت، بنفس الترتيب ديبت كريدت. يلا نقرأ اول واحدة: The owner Surur invests 35 in cash in starting a real estate office operating as a sole proprietorship. عندي owner ودفع in cash، ما قاليش التاريخ كام، خلاص هنستعيد عن التاريخ بال number of transaction. يعني في حالة زي دي لو ما لقيتش دي تكتب لي ال transaction number 1، اهي number 1 حلوة. يلا الراجل حط investment 35، الكاش حصل له ايه؟ رول نمبر 1، الكاش حصل له ايه؟ زاد، يبقى ادي الكاش ديبت، واكتب قدامه في الديبت 35. مين كريدت بقى؟ مش دي انفستمنت، يبقى كابيتال. وما تنساش تخش جوه شويه عشان الشياكه، ادي كابيتال، وايه الكابيتال بقى؟ كريدت ب 35. جميل. يلا نمبر 2، نمبر 2 بيقول لي purchased 400 of office supplies on credit. rule number 2 purchased supplies اي نصيبه بشتريها debit. يلا supplies اهي supplies ب 400. مين بقى credit؟ هو قال لي in cash ولا on credit؟ قال لك on credit زي on account. يلا لما بنشتري on account بيبقى AP accounts payable، في الكريدت اهي ب 400. يلا اللي بعده نمبر 3 بيقول لي purchased office equipment. انا مش هكمل والله، ادي equipment اهي. ما هو دي بقى فايدة الرولز، مش قلت لك هتجيبها وانت مغمض؟ كتبت equipment على طول في الديبت بكام؟ ب 8000. رحت جاي كاتب ديبت 8000، خلصت equipment ب 8000. ايه بقى؟ بيقول لك paying 2000 in cash and signed a 30 day 6000 note payable. يا سلام، دفع 2000 in cash ومضى على note payable ب 6000. يا سلام سهله. يبقى عندي كاش اهي كريدت ب 2000
وفي الـ6000 التانيين دول مين بقى؟ قال لي نوت بيبل. واطمن يا شباب، هو الديبت قد الكريدت ولا لا؟ اه والله انا كاتب في الديبت 8 بتوع الاكويبمنت، وفي الكريدت مقسمها 2 و6، بس التوتال 8. ما هو لازم التوتال بتاع الديبت ايكوال توتال الكريدت. يلا اللي بعده، نمبر 4، بيقول لي ريل استيت كوميشنز بيلد تو كلاينت اماونت تو 4000. يعني ايه دي؟ يعني احنا قدمنا السيرفيس بتاعتنا وعملنا فاتورة لكلاينت ب4000، ما جابش سيرة ان احنا قبضنا. طالما قدمت سيرفيس يبقى في سيرفيس ريفينيو. رول نمبر كانت رول نمبر 3 دي. طالما قدمنا سيرفيس يبقى في سيرفيس ريفينيو، وكل ما قبضتش يبقى عند الناس لسه فلوسي هقبضها قدام، يبقى اكاونتس ريسيفابل وسيرفيس ريفينيو. سيرفيس ريفينيو دايما كريدت. بكام دي؟ كانت ب4000، رحت كاتب 4000 اهو ديبت و4000 كريدت. جبتها ازاي تاني؟ طالما سيرفيس يبقى السيرفيس ريفينيو كريدت. ومن الديبت ما كان قايل لك ان احنا بيلد بس، يعني فاتوره ما قبضناش، دي على الحساب كانها اون اكاونت، رحت جاي مسجلها في الديبت. نمبر 5، بيت 700 ان كاش فور ذا كارنت مانث رنت. رنت اهو اكسبنس ديبت دايما، وبيد يعني الكاش قلت كريدت. يبقى هنا هكتب نمبر 5 رنت اكسبنس والكاش كريدت اهي. قدام الرنت هكتب 4، كانت بكام دي؟ ب 700. رحت كاتب 700 اهي، وهنا 700 عند الكاش. يلا نمبر 6، خلاص قربنا اهو. Pay 200 cash on account for office supplies purchased in transaction 2. ركز ها، دفعنا 200 من اللي علينا، دفعنا 200 من اللي علينا في transaction 2. لو ترجع لtransaction 2 هتلاقي supplies كنا شارينها وكان علينا فلوس. اوعى بقى غلطتكم الشائعة هنا يعني ان بتكتبوا supplies كأن اشتريت supplies جديدة. لا يا فندم، هو بيقول لك paid 200 cash on account for office supplies purchased in transaction 2 من القديم. يبقى دي مش supplies جديدة، دي supplies القديمة اللي كان علينا فيها فلوس. واللي علينا لما ندفعه مبدئيا طالما دفعنا الكاش قل، واللي علينا ده شباب حصل له ايه؟ قال لي والله العظيم ده كمان هيقل. ولما accounts payable اللي هي credit by nature، حتى هو بص رقم كان credit، هيقل لما الكريدت يقل. كريدت ويقل مش بيبقى عكس طبيعته شباب؟ الكريدت لما يقل يبقى ايه؟ يبقى ديبت، صح. يبقى هاجي هنا كاتب accounts payable في الديبت، وكاتب في الكريدت كاش بكام؟ ب200. حلو. نمبر 7، يلا بيقول لي received a bill for 600 for advertising for the current month. استلمنا البيل الفاتورة بس ما قالش ان احنا دفعنا، ما قالش بقى بيد ولا قال اي حاجة، يبقى دي on account. وطالما receive a bill of advertising مش الادفرتايزنج دي expense، يبقى يلا ادي الاكسبنس بتاعنا at debit على طول، اي expense debit ب 600. مين بقى الكريدت الشاطر؟ طالما اكسبنس ولسه ما دفعتوش ممكن تقول accounts payable، بس تبقى جدع لو قلت ايه؟ لو قلت ads payable، صح كده، باسم ال باسم الاكسبنس نفسه، يبقى ads payable بدل ما تقول accounts payable، لا ads payable ب 600 طبعا في الكريدت. نمبر 8، يلا 8، بيقول paid 2200 cash for office salaries. salaries دي expense، يلا يبقى دي salaries expense debit على طول، وبيد يعني cash، cash قلت يبقى cash credit ب 2200. رحت رايح كاتب قدام ده 2200 في الديبت، وعند الكاش 2200 في الكريدت. يلا نمبر 9 قبل الاخيره، بيقول لي سرور withdraw 1200 from the business for living expense. الراجل سحب، سحب وسحب كاش، يبقى drawing اهي، والدروينج حضرتك عارف ان هي ديبت ب 1200،
والكريدت مين بقى؟ طالما سحب يعني الفلوس قلت، يبقى الكاش كريدت ب 1200. اخر واحده نمبر 10 بيقول لي ريسيف ذا تشيك فور 3000 from a client in payment on account for commissions billed in transaction 4. يعني نمبر 10 دي بيقول لك ان قبضنا شيك من العميل اللي كنا قدمنا له الخدمات بتاعتنا في العملية 4. لما نقبض بشيك الكاش بتاعنا هيزيد، يبقى دي كاش ديبت. ديبت بكام؟ ب 3000. بص بقى الغلطة بتاعتكم حضرتك، اول ما بتشوف from a client in payment on account for commissions billed in transaction كذا، في ناس ياما اول ما يشوف from client يفتكرها service revenue. لا يا فندم، الكلين ده انا كنت عملت له الريفينيو بتاعه في ترانزاكشن 4. لو ترجع ل 4 هتلاقي السيلز السيرفيس ريفينيو هي متسجله. امال ايه ده؟ ده الاكونتس ريسيفابل، الفلوس اللي عليه جه دفع منها، دفع لنا شيك بجزء من اللي عليه ب 3000. يبقى كده الاكونتس ريسيفابل هو اللي هيقل، والاكونتس ريسيفابل لما بتقل از اسيتس بتبقى كريدت. اتمنى تسمعوا الليكتشر دي كذا مره وتحلوا بايديكوا وتحلوا الاساينمنت بتاعها كويس قوي، عشان المره الجايه هبدا في ستيب نمبر 3 في الاكاونتنج سايكل اللي هي البوستنج تو ليدجر. مهم جدا ان المحاضره دي تكون حضرتك سمعتها كذا مره وتحلها بايدك كذا مره، علشان الموضوع بجد هيفرق. وعايز الفيدباك بتاعكوا لو الفيديوز تمام معاكم وعايزيني اسجل لكم المحاضرات القديمه، انا ما عنديش مانع. اشوفكم ان شاء الله مش عارف امتى، لان المفروض ان احنا الاسبوع الجاي كمان اونلاين، فان شاء الله الاسبوع اللي بعده بقى اشوفكم على خير ان شاء الله. هنتواصل على مايكروسوفت تيمز.